أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا الذين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور.